بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. 706 And from his narration on the authority of Ibn Abbas that he said regarding the interpretation of Allah's saying, O thou enveloped in your cloak, O thou enveloped in your cloak, addressing the Prophet, Bu, who had enveloped himself in his cloak to sleep. ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر. Arise and warn people and call them to profess Allah's divine oneness. Your Lord magnify, exonerate your Lord from what the idol worshippers say about him. Your raiment purify, from filth, it is also said this means, and shorten your raiment, and it is also said this means, purify your heart from betrayal, treachery and exasperation, i.e. be pure of heart. Pollution shun, shun all sins and do not go near them. إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون
عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. And then, afterwards, bestowed upon him ample means, of all kinds, and his wealth kept increasing until he had in his possession 9,000 measures of silver. And sons abiding in his presence, never out of his sight. He had 10 sons. 707, and made, life, smooth for him, he had his wealth piled up just as one piles up couches on top of each other. Yet he, i.e. Al-Walid, desireth that I should give more, wealth while disobeying and disbelieving in me.